كما ذكرت لكم في بداية هذه النشرة، معي داخل الاستديو السيد عباس أبو بكر عباس، عضو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية. مساء الخير مجددا سيد عباس. مساء الخير. السيد عباس، الكثير من المواطنين يعتقد بأن المرض قد تمت السيطرة عليه، خصوصا في المؤشرات الأخيرة التي حدد انخفاض فيروس كورونا، ولكن اليوم في 6 حالات جديدة. بماذا ترد على هؤلاء الناس؟ نشكركم أولا لإتاحنا هذه الفرصة، ونقول نعم، يعني في أيام الفاتت يعني كان الحالة في انخفاض شديد، واليوم نلاحظ أن في تزايد. هذا يعني ينتج من عدم تطبيق القرارات اللازمة في عدم تفشي هذا الوباء، لأن هذا الوباء موجود معنا وما زال معنا، يعني إلا إذا قمنا بأعمال شديدة في توقيفه أو من توقيف انتشاره في المجتمع. ولولا ده يعني الوباء معروف معنا، ولكن الحمد لله نقول منذ ما قام في هذا المجال المارشال إدريس ديبيتنو وقام بكل ما مجهوده، يعني وصلنا لحال ما تناقص أو في نقص شديد في الحالة. وهذه الأيام الأخيرة نلاحظ في هناك تزايد، لكن هذا التزايد يعني شيء عادي، لأن هذا طبيعي جدا للحالة الوبائية، في أيام يعني ينقص وفي أيام تزداد، يعني فهذا يعني ما يتركنا أن نعمل جهود كبيرة، نقوم بجهود كبيرة ونتراجع نفسنا في كل تطبيق القرارات. حتى الآن يعني ما في أي علاج تام كده يعني معروف، إلا في بحالة تطبيق القرارات، كل القرارات اللازمة الصحية لنتباعد ونمني هذا الوباء. مثلا في نيجيريا، نحن ما بعيدين من بلاد العالم آخر وخاصة بلاد جوار التشاد. مثلا في نيجيريا الآن يعني مثلا نحن الآن لنا 15 أو 16 حال، في نيجيريا الآن في 18,000 حالة، في كامرون مثلا 3,000 حالة. فكل هذا شنو يعني في وقت يعني هم نقصوا نقص شديد، ولكن قام الناس ما قادرين يهترموا القوانين، الناس ما قادرين حتى يصدقوا بوجود هذا الوباء، فتراجع يعني الحالة دائما تمشي من حالة واحدة، ولكن تعم الناس كلها. فالناس على الناس كل الحذر يا جماعة، أن يطبقوا كل القرارات الصحية، لأن القرارات الصحية هذه من أجل المجتمع، من أجل الشخص نفسه، المصلحة العامة. المصلحة العامة يعني إذا مثلا كل السلطات الدولة ما فيهم رئيس الجمهورية ديبيد نو وكل السلطات وكل المسائل يقومون بكل ما في عندهم من جهود أن يقف تفشي هذا المرض، فعلينا نحن أيضا في المجتمع أن نساعد في هذا الشيء، لأن في قبل كل شيء يعني لنا نحن التفشي. إذا كان مثلا كانت كبيرة يبقى المجتمع ويلقى الشعب في. ما هو حاليا مستوى تحمل أعباء وعلاج فيروس كورونا في أنجمينا وفي الولايات؟ والله في هناك بروتوكول، البروتوكول موحد، في بروتوكول موحد مثلا في مدينة أنجمينا وأيضا في الأقاليم، والحمد لله إذا مثلا لدينا حالات صعبة في هذه الحالة يمكن ينقل للمركز هنا في أنجمينا، في عندنا مستشفى فرشة ومستشفى لارنسانس، ولكن في حتى هذه اللحظة ما في حالات كده صعبة في إناية فائقة أو إناية شديدة. ففي هذه الحالة مثلا البروتوكول مطبقة في كل الأقاليم، وكل واحد يعني يقوم بعمله على حسب منطقته، يعني حتى في نجمينا أو في الأقاليم البروتوكول موحدة والإناية الطبية جيدة نوعا. سيد عباس، في حالة عودة المرض لا قدر الله، نخشى ذلك ولا نريد أن يعود، هل تشاهد حاليا مستعدة وجاهزة بشكل جيد لاحتواء هذا المرض؟ والله في بداية الأمر يعني نحن ناقصنا شوية تنظيم، الآن الحمد لله نحن منظمين أكثر، ورجال الأطباء أيضا منظمين أكثر، وتم تكوينهم أو تم كل ما لديهم أن يعرفوا أكثر، فكل الأشياء جاهزة الحمد لله، يمكن نستطيع أن نعمل، ولكن نحن نقف ضد رجوع بكثرة مثل ما كان في السابق
نعمل جهودنا كل جهودنا في تطبيق القرارات الصحية. الآن بدأ النقل الحضري الترانسبور يعني بين المدن ومزاولة نشاطاته وكذلك أماكن دور العبادة والمدارس، أنتم كمنسقية هل رأيتم تطبيق الإجراءات في كل هذه الأماكن؟ والله تطبيق الإجراءات ناقصة، عشان ده يعني نحن نتكلم كثير ونقول الكثير ونركز دائما في تطبيق القرارات. تطبيق القرارات شنو؟ مثلا في دور العبادات، الدور العبادات دي يا جماعة الناس قالوا نفتح الآن مثلا للمسلمين صلاة الجمعة، صلاة الجمعة محدد يعني الصلاة كلها محددة ب 15 دقيقة أو ما يزيد عن 15 دقيقة كل الصلاة والخطبة. ففي هذه الحالة يعني بس دايرين شنو يعني نقص من وقت الناس يكونوا في المسجد طويل، ما الله يكون طويل يعني، والناس يأتي كل واحد يأتي مثلا بسجادة، كل واحد مثلا يتباعد من أخوه متر على الأقل متر يعني، وكل واحد يضع الكمامة. الكمامة دي شيء الأساسي في حياتنا حقيقة يعني، ما شيء يعني راضين فوقه ونسوه، لكن يعني حالة مرضية، حالة مرضية، وكل الناس يعني يشعر بهذا الشيء بوجود هذا الوباء. هذا الوباء إذا كان مثلا موجود في كل البلاد الكبار في العالم، كيف نحن اليوم مثلا المجتمع التشادي يقول يعني الوباء ما معروف أو ما موجود، مثلا في الأقاليم يقول لك يعني الكمامة وهذا الكمامة هذا لناس جمعنا وكذا، فهذا الكلام يعني ما يساعد في عدم تفشي هذا الوباء. نعم. هذا الوباء موجود مثلا يعني عدم التطبيق موجود أيضا، لهذا ننادي الناس مثلا في دور العبادات مثلا في المدارس في الجامعات اللي فتحت أبوابها أن يكثفوا كل ما لديهم، غسيل اليد وضع الكمامة، تباعد ما بين الأشخاص. فدي الأشياء اللي يمكن شنو تخلينا نوقف هذا الوباء. نلاحظ الآن يعني في نقص شديد في هذه الأشياء، وحتى في الأعذار يعني كل الناس مثلا يقوموا كل واحد يعني يعمل أعذار في مياتي ما أعرف في حالات الحفلات وما غيرهم، كل يعني كأن لا شيء هناك. فهذا الشيء خطير، هذا التصرف خطير، ما يساعد ابدا في عدم التفشي، ونحن نركز دائما وابدا في عدم التفشي، وكل مجهودنا ومجهود السلطات العليا في هذه البلاد تصب في هذا الاطار. السيد عباس، هل لديك رساله خاصه توجه لعنايه السكان وخاصه الافراد المعالجين؟ الأفراد المعالجين أقول لهم يعني كل يعني فرصة لنا أن نهنئهم في كل عمل الذي يقومون به من مجهود كبير، ونطلب منهم أن يزيدوا اليقظة، كل اليقظة في هذا العمل، وأن يوقوا أكثر المرضى ومن يرافقهم. فالشعب أو المجتمع عموما نقول له نعمل الاحتراز أكثر، أن نباعد نفسنا إلا بتطبيق القرارات التباعدية وغسيل اليد ويد الكمامة. شكرا السيد عباس بكر عباس، عضو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية.